السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص كتير جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص، هتلاقوا منح موجودة في فرنسا، أمريكا، تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، دول كتير جدا مختلفة. وكمان اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، ولكن الفرصة دي التقديم ليها انتهى يوم 2 ديسمبر، وان شاء الله انتظرونا في فرص كتير جاية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب، جروبنا على الفيسبوك، وروابط التقديم الخاصة بالمنحة دي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا بقى نتكلم عن الفرصة ونعرف كل التفاصيل عنها. الفرصة بتاعت النهاردة هي منحة تدريب صيفي مقدم من مؤسسة NIG، ده اختصار لمؤسسة، والمؤسسة دي تابعة لجامعة في الدولة اللي احنا نتكلم عنها وهي اليابان. وطبعا الجامعة دي معروفة جدا والمؤسسة دي معروفة جدا، فيعني حاجة جميلة جدا، الفرصة دي ممتازة. يعني الدول المتاح ليها التقديم جميع دول العالم، تمام، اي دولة سواء من قارة اسيا، افريقيا، دول الشرق الاوسط، اي دولة متاح ليها التقديم. المرحلة الدراسية هي للبكالوريوس والماجستير، يعني متاحة لو انت حاليا بتدرس المرحلة الجامعية للبكالوريوس او بتدرس درجة الماجستير حاليا، فالمنحة دي متاحة ليك. مدة البرنامج 6 اسابيع، انت هتقضي 6 اسابيع في مؤسسة ING، تمام، وهتبدأ مدة التدريب من 18 يونيو حتى 29 يوليو 2020. يعني معظم التدريب دي بتبقى في الصيف بحيث وقت الأجازة للدراسة بتاعتك، فأنت تقدر تسافر وتقضي المدة دي في التدريب في اليابان. بالنسبة بقى للتمويل بتاع المنحة دي، تمويل جميل جدا، هتغطي تكاليف السفر بالكامل ذهاب وإياب، يعني تذاكر الطيران هتكون عليهم، مش تدفع أي تكاليف خالص. أسعار النقل المحلية بين المطار اللي انت هتنزل فيه في اليابان وبين المؤسسة بتاعت NIG هتكون ممولة عليهم. كمان السكن المجاني، هيكون في سكن في ضيافة المعهد او الجامعة بالمجان، مش تدفع اي تكاليف. تأمين السفر خلال البرنامج، يعني التنقلات والسفر بالطائرة طبعا بيبقى ليه تأمين لو حصل حادث او اي شيء لا قدر الله، فالتأمين ده هيكون عليهم. هيتم توفير بدل للوجبات، يعني الطعام بتاعك، وطبعا اي مصاريف شخصية اضافية، هيتم توفير بدل يومي بقيمة 1500 ين ياباني، يعني انت هتاخد كل يوم منهم 1500 ين ياباني عشان طبعا الطعام بتاعك، لو احتجت اي مصاريف اضافية يعني الناس دي هتدفع لك كل التكاليف، مش هتدفع انت اي حاجة من جيبك خالص. التخصصات بقى المتاحة في الفرصة دي، المنحة متاحة لأي شخص من أي تخصص، ومجالات التدريب في هذه المنحة هي مجالات هندسية وطبية وعلوم حياة وغيرها. يعني إيه؟ يعني أنت حاليا لو بتدرس تخصص علمي، مثلا تخصص هندسي طبي، أي تخصص، تقدر تقدم للمنحة دي وتقدم للتخصصات الهندسية أو الطبية. ولكن المنحة دي معظم التخصصات اللي موجودة فيها هي تخصصات طبية، يعني خاصة بالجيناتكس، دي ان ايه، خاصة بالحاجات المرتبطة بالكليات العلمية شوية، تمام. ولكن طبعا انت لو ما عندكش ارتباط بالكليات العلمية، يعني لو انت تخصص ادبي او مثلا تخصص هندسي او كل الكلام ده، وحابب انك تدرس اكتر عن التخصصات الطبية زي مجالات الجيناتكس او الكلام ده كله، فانت تقدر تقدم عادي للمنحة دي، مش مرتبطة بتخصص يعني لازم انت تكون درسته في الجامعة بتاعتك، لو انت مهتم بمجال من المجالات اللي بتعرضها المنحة دي. متطلبات التقديم، ركز بقى معايا في متطلبات التقديم كويس. بيقول لي في متطلبات التقديم لازم انك تكون في السنة الثالثة من برنامج بكالوريوس لمدة 4 سنوات، يعني لو انت البكالوريوس عندك مدته 4 سنوات، لازم انت تكون حاليا في السنة او في الوقت اللي انت فيه دلوقتي تكون انت في السنة الثالثة، او تكون في السنة الثانية من برنامج بكالوريوس مدته 3 سنين، يعني لو انت البكالوريوس عندك 3 سنين تكون في السنة الثانية، او في السنة الرابعة من برنامج مدته 5 سنوات، تمام، بالنسبة للبكالوريوس، او في السنة الاولى من برنامج ماجستير مدته 2 سنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم انت تكون في السنة ما قبل الاخيرة من دراستك، سواء المرحلة الجامعية البكالوريوس او درجة الماجستير، تمام، او في السنة الخامسة من برنامج مدته 6 سنوات. وزي ما وضحنا لازم تكون في السنة قبل الاخيرة، يعني لو انت دلوقتي البكالوريوس عندك 4 سنين وانت في السنة الثانية او في السنة الاولى، غير متاح ليك التقديم عشان تبقى واضحة. مطلوب منك خطاب اسمه خطاب الدافع، personal statement او motivation letter،
وده حاجة بسيطة جدا، وكنا شرحنا في فيديو سابق ازاي ممكن تعمل خطاب التوصية، خطاب النية او خطاب الدافع، وهزار لكم فوق في اعلى الشاشة رابط الفيديو الخاص بخطاب الدافع. تاني حاجة مطلوبة منك السيرة الذاتية، السي في بتاعك. تالت حاجة مطلوبة منك هي كشف الدرجات للسنة الأخيرة اللي انت حضرت فيها، يعني لو انت حاليا في السنة الثالثة تجيب كشف درجات للسنة الثانية من الجامعة الخاصة بيك اللي انت بتدرس فيها حاليا. يكون معاك رسالتين توصية من المعلمين الخاصين بيك، يعني أستاذ جامعة عندك مثلا يعني يعمل لك خطاب التوصية، أو أستاذ مثلا انت بتعرفه يقدر يعمل لك خطابات التوصية دي، ومطلوب منك 2 من خطابات التوصية. آخر موعد للتقديم هو يوم 7 يناير 2020، ركز كويس، 7 يناير 2020، يعني نقدر نقول شهر بالظبط، لأن احنا النهاردة يوم 7/12، فأنت قدامك شهر بالظبط عشان تقدم للفرصة دي، والتقديم ليها سهل إن شاء الله، مش هياخد منك وقت. أنا هنا حاطط لكم اللينك الخاص بالإعلان الرسمي للمنحة اللي هم ذاكرين فيه كل التفاصيل، وهنا ده لينك التقديم. خلينا نبص سريعا على الإعلان الرسمي، هنفتح اللينك ده هيدخلنا على الإعلان الرسمي ليه الفرصة دي. هتلاقي هنا المؤسسة اسمها، هتلاقي كل التفاصيل عن البرنامج. طبعا هنا بيقول لك مطلوب منك زي ما وضحنا letter of motivation، خطاب الدافع والنية، مطلوب منك السي في بتاعك، مطلوب منك الاكاديميك ترانسكريبت، مطلوب منك recommendation letters، يعني مطلوب منك الحاجات دي. وهنا التكاليف اللي بتوفرها البرنامج، البرنامج زي ما قلنا هيبدأ من 18 يونيو لحد 29 يوليو. كل التفاصيل بتاعت البرنامج اللي انا مترجمها هنا، تمام، دي الترجمة بتاعت الفرصة، هتلاقوا كل التفاصيل او الاعلان الرسمي للمنحة هنا. طيب خلينا بقى نتعرف ازاي ممكن نقدم للفرصة دي. هتيجي تضغط على كلمة ابلاي ناو وقدم الان، وتفتح ابلكيشن التقديم. الابلكيشن بسيط جدا، هيظهر لك بالشكل ده، بيقول لك اول حاجة انت محتاج تعمل يوزر، يعني مستخدم، تمام، محتاج تعمل اكاونت جديد عشان تدخل للابلكيشن وتكمل البيانات بتاعته. هتيجي تضغط على يوزر ريجستريشن، تضغط عليها عشان تملا البيانات اللي هتكون مطلوبه منك، وركز كويس في البيانات اللي مطلوبه منك وحاول تملاها بدقه. اول حاجه مطلوب منك هنا انك تعمل او تكتب الاسم بتاعك، الاسم بالكامل، تكتب الجندر بتاعك، الناشوناليتي، الجنسيه بتاعتك الحاليه، الديت اوف بيرث، تاريخ الميلاد. وخلي بالك من حته تاريخ الميلاد هنا، بيقول لك لما تيجي تكتب تاريخ الميلاد تكتبه بالشكل ده. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا مواليد 26 يوليو 1998، فانت تكتب 1998 الاول، بعد كده يوليو هو شهر 7 تكتب 07، بعد كده تكتب اليوم اللي هو 26 فتحطها بالشكل ده، تمام. هنا تتكلم عن حالتك الدراسية حاليا، يعني بيقول لك هنا هل انت في السنة الثالثة من بكالوريوس مدته 4 سنين، ولا السنة الثانية من بكالوريوس مدته 3 سنين، ولا السنة الرابعة مثلا من برنامج مدته 5 سنوات، او السنة الاولى من برنامج ماستر مدته 2 سنين. فانت بتختار حالتك دلوقتي وبتضغط عليها، تمام. مثلا انا لو اخترت السنة الثالثة من بكالوريوس 4 سنين واختار الجزء ده هنا، بكتب طبعا اسم السكول او الجامعه اللي انت فيها حاليا بتدرس فيها، المكان بتاعها، تكتب الايميل بتاعك، ركز فيه كويس جدا، ده الايميل بتاعك عشان توصلك عليه رساله، تعمل كونفيرم كمان ليه مره تانية، تكتب العنوان بتاعك، التليفون بتاعك. هنا بقى دي مجموعه التخصصات اللي انت حابب تتدرب فيها، تمام. فبيقول لك انت ليك الحق انك تختار 3 تخصصات او 3 مجالات للتدريب، يعني زي مجالات البيولوجيكال نتوركس، دي ان اي داتا اناليزيس مثلا، جيناتكس، يعني بتختار التخصص اللي انت حابب تدرس فيه. ده طبعا هنا ده اسم التخصص، فانت بتشوف من التخصصات دي ترتيبهم او الاولويه لكل واحد انت حابب تنضم ليه. يعني مثلا اختار ده الاول، ده مثلا الثاني، ده مثلا الثالث، 3 اختيارات وبتعلم قدامها كده على حسب ترتيبهم عندك. بعد كده بقى الجزء ده ركز فيه، ده جزء ريكومنديشن ليتر. واحنا زي ما قلنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده، وقلنا الريكومنديشن ساعات بيبقى في شكل اونلاين، يعني انت بتكتب بيانات الشخص اللي يعمل لك التوصيه، بتكتب اسمه، الايميل بتاعه، العنوان بتاعه، ديبارتمنت اللي هو شغال فيه، تحط كل البيانات بتاعته هنا. ولما بتحط الايميل، وركز بقى في الجزء ده، بتحط الايميل بتاعه هنا وبتعمل كونفيرم للايميل. اول ما بتحط الايميل وبتضغط مثلا خلاص انك اكدت البيانات، بيتبعت له، بيتبعت للشخص اللي انت
كتبت بياناته هنا، رسالة على الإيميل بتاعه ده، في لينك، واللينك ده هو مضطر فيه يجاوب على بعض الأسئلة ويحط الريكومنديشن ليتر ليك. تمام، يبقى الموضوع بسيط جدا، ومطلوب منك 2 ريكومندر. تمام، تكتب بياناتهم هنا، وخلي بالك لازم الايميل، هم بينبهوا هنا لازم الايميل ادرس يكون صح، والا الريكوست مش هتوصل له. تمام، هنا بيسالك يعني هنا اسئله بسيطه، بيقول لك هل انت سامع عن المؤسسه بتاعتنا قبل كده؟ تقول لهم يس او نو، يعني سامع بيها او لا. بيقول لك ازاي عرفت عن المنحه دي او فرصه التدريب دي؟ تقول طبعا مثلا من صديق، من النت مثلا، تكتب الطريقه اللي انت عرفت بيها الفرصه دي. هنا بيقول لك لو عارفها عن طريق صديق او مثلا مؤسسه معينه، اذكر لنا اسم الشخص اللي انت او الموقع اللي انت تعرفه من عليه. بيقول لك اعمل رقم هنا، تعمل سؤال سري، بحيث لو مثلا الايميل بتاعك ضاع او الباسورد بتاعك ضاع تقدر تستخدم السؤال ده. فمثلا بتقول in which city were you born، يعني مثلا انت اتولدت في اي مدينه، تكتب هنا اجابه من عندك انت من دماغك. وبعد لما بتملى البيانات دي كلها، بتيجي تضغط على المربع الاخير ده انك خلاص اكدت كل البيانات دي، وبعد كده بتضغط على كلمه سبميت. تمام، بعد لما بتضغط على كلمه سبميت بتوصلك رساله على الايميل بتاعك بالشكل ده. الرساله دي بتكون وصلتك على الايميل اللي انت كتبته هنا. ما تنساش انت هنا كتبت ايميل، فانت هتوصلك عليه الايميل. الرساله اللي هتوصلك على الايميل ده فيها ايه؟ الرساله دي بيكون فيها الباسورد والرقم نمبر، يعني الابلكيشن نمبر بتاعك اللي انت عملته لما سجلت هنا. تمام، عشان الباسورد ده اللي انت هتستخدمه عشان تكمل بيه اجراءات التسجيل في المنحه دي. يبقى انت هتحتفظ بالباسورد ده، وتروح ترجع للابلكيشن تاني، وترجع للصفحه الرئيسيه عندك، وتضغط على كلمه لوجن عشان تخش للابلكيشن وتكمل بقيه البيانات. خلاص، يبقى انت عملت يوزر ريجستريشن هنا. بعد كده لما تخلص وتوصلك رساله على الايميل، هتيجي عند كلمه لوجن وتضغط عليها. هتفتح لك بقى الايميل، تكتب هنا الايميل بتاعك. تمام، تكتب الايميل بتاعك الرئيسي اللي انت استخدمته لما جيت مليت البيانات، وتكتب الباسورد هنا، وبعدين تضغط على كلمه لوجن. تمام، لما تضغط على لوجن هيدخلك للابلكيشن بتاعك ده، الابلكيشن، وبيقول لك دي البيانات اللي انت كنت كتبتها، وبيقول لك لو عايز تشوف البيانات اللي انت كنت كتبتها هنا ممكن تقدر تعمل فيو وتشوفها. طيب انا كده كتبت البيانات، انا مطلوب مني ايه تاني؟ مطلوب انك تحط الوثائق اللي هم طالبينها. زي ايه؟ زي مطلوب منك انك تحط سي في وكشف الدرجات والموتيفيشن ليتر والريكومنديشن ليتر. دي اصلا ما بتتحطش، يعني دي الشخص اللي هيعمل لك الريكومنديشن هو المفروض بيحطها. ولما هو بيبعت لهم رساله بالريكومنديشن ليتر في الريكوست اللي هم بعته له، دي بتتعمل تلقائي لوحدها، وبتظهر كلمه ابلودد هنا بدل نوت ابلودد. تمام، يعني دي انت مش هتحطها خالص. طيب انا عايز بقى احط السي في بتاعي وكشف الدرجات، هتيجي عند كلمه انتري هنا وتدخل على الجزء ده اللي هيظهر لك. في الجزء ده هنا بيقول لك لازم تحمل الملفات في صوره بي دي اف او جي بي جي صوره او الكلام ده كله، ما يتعداش طبعا 32 ميجا بايت لحجم الملف. هنا بيقول لك عشان تحط السي في بتاعك. تمام، تعمل تضغط على كلمه ابلود هنا عشان تحط السي في من الجهاز بتاعك. هنا عشان تحط كشف الدرجات هتضغط على كلمه ابلود وتحط كشف الدرجات. هنا الموتيفيشن ليتر مش هيكون في شكل خطاب، وانما هيكون في شكل يعني هتكتبه في الابلكيشن. تمام، يعني انت مطلوب منك موتيفيشن ليتر بحد اقصى 500 كلمه، فانت تقدر تعمل ريكومنديشن ليتر عادي. لو انت عندك ريكومنديشن ليتر قديم تقدر تعدل عليه وتاخد كوبي بيست من ريكومنديشن ليتر بتاعك وتحط البيانات او الكلام كله هنا. تمام، يبقى انت يعتبر مليت البيانات هنا، السي في بتاعك، الاكاديميك ترانسكريبت. بعد لما بتملى كل البيانات دي بتيجي عند كلمه فاينل سبمشن وبتضغط عليها. فاينل سبمشن معناها انك خلاص سجلت كده للمنحه. اول ما بتضغط عليها يبقى انت كده تم التسجيل للمنحه. واحب انوه تاني ان ريكومنديشن ليتر ده انت ما بتحطوش، يعني واحد يجي يسالني طب فين المكان بتاعه؟ لا، ده ملوش مكان انت بتحطه، ده بيتم عن طريق الشخص اللي انت كتبت البيانات بتاعته لما جينا مالينا في جزء اليوزر بروفايل هنا. تمام، اظن كده البيانات كلها واضحه عن المنحه. منحه ظريفه جدا وبسيطه، وكمان يعني هتستفاد منها في وقت الاجازه بتاعك من 18 يونيو لحد 29 يوليو. تقدر تستفيد من الاجازه بتاعتك،
فحاجة جميلة جدا وحاجة ممتازة وفرصة كويسة جدا، يا ريت انكم تقدموا عليها. اتمنى لكم التوفيق يا رب في المنحة دي، وان شاء الله موفقين ومقبولين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.